نتابع معكم مشاهدينا عرضت لي أهل قطر ومشاركة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى المواطنين في هذه العرضة. يشارككم اليوم الأفراح وشارككم عرضة أهل قطر, ونشوف مشاركة أيضا من سعادة الشيخ جاسم جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وأصحاب السعادة والسمو في لوسيل, ومشاركة المواطنين والمقيمين في هذه العرضة. الله يديم علينا طبعا الأمن والأمان. وأيضا نشوف مشاركة من سعادة الشيخ محمد أيضا في عرضة أهل قطر وكبار الشخصيات اللي شاركون اليوم الجميع المواطنين في هذه العرضة. ونستمد طبعا مقولة سيدي صاحب السمو هو شعار يومنا الوطني, وحدتنا مصدر قوتنا. اليوم نتحد كلنا في هذه الأرض لنجاح هذا المونديال.